اوه هذا والله دمرني قرايبي. شو يريد؟ سيدي هذا قرايبي مزعج، كل خمس دقائق يخابر عليه. غالي استقر جورج كلوني. يخابر عليك شو يريد؟ سيدي خبلني، تعال الحق لي راح اموت. دوخني سيدي دوخني والله دوخني. يدري ايش بي يعني متعارك؟ مهددي؟ طافرين عليه حرامية؟ شنو فيلمه؟ سيدي خابرني قال لي حموشي الحق لي عندي كارثة عندي مصيبة. عنده كارثة وعنده مصيبة وخابرك؟ يا سيدي. وانت قلت له يمي؟ طبعا. اللاصت سيدي هذا فقير وحاله ضيم حاله. زين فقير اخلاق لو فقير فلوس شنو وضعيته؟ لا سيدي هذا داعم الوقت كاسر علي الزمن طابق علي الضيم. حموشي هذا ما محتاج شرطة وضباط، هذا محتاج سمكري. بعدين هذا شباقي بي راح اوصل القام كسر. اقول لك انت تندل بيته ماذا قرايبك؟ يمي سيدي. اللاصت يلا. مو بيت هاي فيلا ومسبح ولامبرغيني. هاي تصرف علي وعليك وعلى جهنم 10 سنين اللي قدام. سيدي انا هذا اللي مدوخني. سيدي مدوخني. لا مش هذا ما مدوخك، هذا مرقصك. اوقف. قرايبك مثلا يشتغل مدير بهذا المنزل؟ يعني هو يدير لهم المنزل؟ سيدي اتعس اتعس. اوقف. يشتغل سايق عندهم؟ سيدي اتعس. لك يشتغل حد اخشي؟ سيدي اتعس اتعس. لك لا عاد ايش يشتغل؟ سيدي هذا البيت بيته. شنو؟ البيت بيته. لا حموشي البيت بيتك. بعدين انت شلون مفتهم سالفه الاسوأ؟ انت جاي تطردني اني لو جاي تطرد عيون؟ ها هردتك المظاهر الخداعه. تدري ذول شلون اغاني حزين يشغلون؟ عندكم فلوس 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 عندكم فلوس 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 فلوس. بس اول شيء هاي الرقصه مال اغنيه هاي شنو؟ ثاني شيء انت ما نازل بعندكم فلوس. عندكم فلوس فلوس فلوس. توقف. سر الليل. لك شنو سر الليل؟ جايبنا بيت قرايبك لو قاعدة عين الأسد. اي مو دا قول توقف. سر الليل. عضت أسد ولا نظرة حسد. اي واثنين مالهن أمان، البريك والنسوان ومركبة طويلة ترى يا تريلة. أخي أنا كامل مفيد الضابط وهذا حموشي قرايبك، جينا على مودك. وينكم يا سيدي؟ ليش تأخرتم؟ ومن الفجر ليه هسه قاتل هنا؟ اطلع خلنا نتفاهم وياك. لا أملوا لي المنطقة. أمن لك المنطقة. عنب ولا باتشي؟ حبيبي اطبق بالسطح. حموشي يقول له لابد دبابة لا يوقف بنص الشارع، خليه يطبق برا ينهدي العالم. اي سيدي الف رحمة على والديك. هاي شنو؟ انتو منو؟ شعدكم هنا؟ لك اجوا اجوا ارفع رجلك اليسرى اتنكم سلاح اختي لو معود اختل اختل. سيدي ادارك الموقف انا وضعيتك اللي استعبى. يا شك ايش بيك انت؟ انا مسوي كيتو. لك تبقى عار، لك دي شوف الدنيا مقلوبه وهذا دي يرمي طلقات. سيدي وهذا العدو. لك يا عدو انت منو؟ اني مرته. اي هاي العدو العدو. عفوا؟ اقصد يعني دخلنا فتين من رجلك، ليش خايف؟ ليش دير متلقات؟ صبري. سيدي دخيلك النسوان صار عندهن الكتل اسهل من الفلر، عافن السحوره والتهن بالكتل. لك بابا انت اهدأ، احكي لي انت مسويت له شيء؟ لا والله سيدي كل شيء ما مسويت له، شو هو من الصبح لحد هسه قاعد هنا. قصدك خاتل مو قاعد. والله سيدي حتى قلت له حبيبي تعال اتغدى ما قبل، كان يقول لي دز القصعه بيد الجهال، هي شنو هي هاي اصلا ما اعرف. حبيبي هي المشاكل منين تبدي؟ من حبيبي؟ والله عمي حقك، انا واحد مبلغين عليه يمي، مرته قالت لحياتي عمري صار اسبوع ندور علي. استاذ اذا انتم هيك بس اسالها البارحه ايش جايبه وش مسويه؟ البارحه شو مسويه جايبه؟ سيدي رحت تسوقت ورجعت. مو هو هنا مربط الفرس، قلها ايش جايبه؟ يابا جايبه ايش مستوقي؟ رحت للسوق اشتريت غراض نحتاجهم للبيت. يتبطلون يعني ما تسوقون المره رايحه مسوقه. كذوبه جايبه طبر وسيت مال سكاكين وجايبه مكاين مال حلاقه. مرتك مسوقه غراض للبيت، جايبه سكين، جايبه طبر، ومواس مال حلاقه، يعني ما تقصقصوا اللحم، ما تثرمون زلاطه، لحيتك بيش تزينها بكرك؟ زين هاي الكاسه مال الزبل الكبار، جايبتن شو تسوي بيهن؟ جايبتن تفرشن على الدواشق، تلبسن مكان العبامه اللي تروح للسوق.
تدري خوش تبرير؟ أنا ما مفكرة بيه. سيدي الفرح مع والديك أمنوا له حياتي. وقف، أستأمن لك حياتك، راح أسوي لك طوق داخلي يأمن المخارج والمداخل، وطوق خارجي وأخلي فرقة ما تدخل سريع توقف لك باب غرفة النوم. زين تقدر تأمن لي الغطاء الجوي؟ لا حبيبي أنت بردان لو خايف، عندي غطاء أبو النمر يفيدك. أريد بطانية أحبك. حبيبي اهدأ، ماكو شيء، أدري بيك أنت خايف من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، شوية ضخموا الأمور، يعني مو معناها أكو كم حالة كل واحد يخاف من مرته، حساني قدامك. متزوج وبعدني على قيد الحياة وعايش. استاذ لا تندفع، ترى مفرهود اسبوع الاخ جاي من السفر. اسبوع وترجع من السفر مفرهود يلا تحكم عليه. حبيبي اهدأ وراح اقول لك كلمة للتاريخ. اذا كمولة عاف السهر، واذا حموشي شبع بنفر، واذا العراق ما بي قهر، يعني مو معقولة مرتك قابلة بطبر. الله.